لا احد يمسكه دخل في هذا الحل التزامات ديال العمران السابقه واللاحقه دخل فسميتو مشكله الحي الصناعي المتوقف حتى هو والقضيه ديال هذا الكلاء ديال من عند مجلس الوصايه دابا الناس اللي كانوا تيكونوا عند مجلس الوصايه اشكال كبير هذا باش تكون الارض ديالك انت شريتيها وتموت ثاني راه شريتيها بمخدر تمشي تكريها ثاني راه حل هذاك راه غادي تقتل الاستثمار غادي تحيد الشيء غير غادي تقتل البلاد باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي. اولا اليوم هذا الاجتماع هو جاء في اطار الدوره العاديه ديال شهر اكتوبر لسنه 2019 واللي تضمنت واحد المجموعه ديال اتفاقيات الشراكه اللي كتجي في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واللي دعمت واحد المجموعه ديال المشاريع اللي من بينها دعم البحاره ودعم المقاولين الذاتيين. هذه الاتفاقيات صوت عليها المجلس بإجماع. كذلك هناك اتفاقيات أخرى مع جمعيات ديال المجتمع المدني. كذلك هناك نقطة واللي أثارت احتجاج مجموعة ديال المستشارين الجماعيين على القوانين الصادرة من وزارة الداخلية اللي صوتوا عليها برلماني المنطقة. كذلك حنا كنعتبروها حيف في حق الساكنة ومن هذا المنبر نعلن التضامن المطلق ولا المشروط مع الساكنة ديال جماعة سيدي بي باش يرجع لها الحق ديالها اللي صدرته وزارة الداخلية. وكذلك نعيب ونطالب جميع المستشارين على انهم يكونوا يد واحدة في هذا الملف لان وزير الداخلية بهذه القوانين وضع مفاتيح اراضي الجموع في جيبه. وشكرا. النقطة الأساسية هو حديث الساعة في الجامعة ديال سيدي بوتعميرة هو تمليك ذوي الحقوق. هذا المشكل اللي كيشغل الناس جميعا في سيدي بي وفيتعميرة. علاش؟ لان سيدي بوتعميرة عندهم خصوصيه، هما ماشي بحال الجامعات السلاليه اللي كاينين في باقي المغرب. هما ما عندهمش اراضي ديال الرعي، ما عندهمش اراضي مشتركه، عندهم اراضي خاصه وكيتصرفوا في هذه الاراضي يعني عبر القرون، تصرف المالك بالبيع بالشراء بالصدقه بالكراء بالهبه جميع التصرفات. يعني والدينا واجدادنا ناضلوا من هذه الجهه هذا، وصاحب الجلاله يعني عبر خطابين وجههم للشعب ديالو في البرلمان. الاول فيهم عطى فيه التعليمات ديالو للمسؤولين على اساس يملكوا ذوي الحقوق، والثاني كان اخره يمكن في 2018 الدوره البرلمانيه الاولى. عاود يعني السيد صاحب الجلاله الله ينصره والله يعجل ليه بالشفاء والله يطول ليه العمر والله يخليه دخل للشعب المغربي، اعطى التعليمات ديالو بتمليك ذوي الحقوق بالمجان على اساس الاراضي ديالهم تندمج في الدوره الاقتصاديه، وتسمح للشباب ديال هذه الجماعات باش يديروا مشاريع باش يتمكنوا باش ياخذوا مثلا قروض في الابراج ويديروا مشاريع فلاحيه ولا مشاريع من اي نوع اللي كيختاروه. هنا من جهه طمأن المواطنين بان الخطاب ديال الملكي راه ماشي لعب. الخطاب الملكي فوق 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 الضهائر. صاحب الجلاله اعطى التعليمات ديالو للمسؤولين باش يكون التمليك، خاص يكون التمليك. واللي خاص المسؤولين يعرفوا ما هو الخلاف ما بين جامعه سيدي بي وتعميره مع الجامعات الاخرى اللي معروفين في المغرب واللي عندهم اراضي مشتركه.